السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برج الثور، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، وكنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعل زر الجرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف برضه صور التوبة، اللهم صل على سيدنا محمد. الاختيار ده لبرد الحمل صورة التوبة، وبرضه صورة التوبة لبرد الصور. إن شاء الله ربنا يتوب عليكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، فضلا وليس أمرا. إن في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى. بسم الله الكشف، نشوفوا السبحة والملح الروحاني بيبين لنا إيه ولا بيقول لكم إيه. صلوا على الحبيب المصطفى. بسم الله الكشف، شاف هنا محتاجك انا تبعد عن السلبيات اللي موجوده، محتاجكم يعني تبعدوا عن السلبيات اللي موجوده في حياتكم. انا شايف هنا او يعني هنا في حالات مقصر عليك بشكل، او انت مقصر في حياتي بشكل يومي، انت مفتقد الفرحه وافتقدت الفرحه دي. شايف هنا مسببه ليك المتاعب النفسيه، عندك الفرحه والسعادة الأيام القادمة، وأنت بذكاء هتقدر تبعد عن أي نقاشات توقعك في أي مشاكل أنت بغني عنه. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكأن شايفك هتقدر تخرج من التقيد والتكتيف اللي أنت فيه أو اللي أنت موجود فيه. في إنسانة هنا، في إنسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، واحذر. شايفك هنا عايزك تحذر، احذر من الاستغلال العاطفي لانك هتتعرض له، في مشكله. شايف هنا في مشكله مع حد من يعني من احد المقربين، وما بينك وما بين نفسك، شايفك ما بينك وما بين نفسك يعني بتحس بالظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصر، شايف النصر ليك، بينصرك وينصرك عليهم وعليهم بإذن الله تعالى. شخصنا الشخص ده يعني شافه هيحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك، بس انت هترفضه، عندك يعني هترفضه، تردعه ليك مره ثانيه، او هتدخله لقلبك، او هتردعه كما كان. شاف الفتره دي، عندك شويه تعب، عندك شوية خمول، عندك شوية ضيق. شايف هنا هتبدأ هتخرج من الطاقة السلبية، شايف هنا تتعرف، يعني شايفك هنا تتعرف على شخص العادات والتقاليد متغيرة، يعني شايف هنا يعني شخص هيكون كويس، الشخص ده هيدعمك. يعني شايف هنا خلي بالك، احذر من النميمة والفتنة اللي ممكن تكون دايرة حواليك. في مشكلة مع شخصين، دول هتكون انت طرف فيهم، بيدعوك يعني للإيجابيات. أفكارك، السلبية اللي هنا ملهاش أي وجود في الحقيقة. في هدية غالية أو هدية قيمة ابتدي لك، يعني تعتقد يعني هدية قيمة، وشايفك هنا بتقعد مع شخص له مكانة كويسة، يعني بتقدر مكانته الاجتماعية. في خصام بينك وما بين شخص مقرب بينحل على خير، وفي إنسانة هنا مش كويسة، خلي بالك منها. الست دي، مش كويسة، خلي بالك منها. أنا شايف برضو عندك النداح، النجاح. شايف النجاح الفترة دي ذيلك، عندك يعني طاقة النجاح موجودة، طاقة النجاح كويسة عندك. هنا محتاج برضو انت يعني محتاج تعطي نفسك وقت، للراحة والاسترخاء، يعني والاسترخاء عقلك الفترة دي، يعني شايف زايد في التفكير، يعني شايف امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة اللي داية بقدر، يعني شايف هتسمعها،
بس ربنا هينصرك، ربنا هينصرك. في كتير هنا يعني شايف هنا في كتير حداد، يعني شايف يعني حداد وامور حواليك انت يعني فقد فيه الامل، يعني نسيها فقد فيها الامل، بس الامل عند ربنا موجود جواك. في صراع داخلي ما بين يعني شايف هنا ما بين ممكن هتنسحب، شايف عندك هتنسحب من اشخاص، الاشخاص دول الاشخاص بيوقعوك في فتنه، وباين انك برضو مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. الوضع المالي عندك هنا اللي جاي رايح قد ما يعني بيتبخر زي ما بيقولوا او بتجري، شايف برضو شايفك هنا بتجري على لقمه عيشك. قد ما انا شايف يعني هنا ان عندك مسؤوليات يعني كثيره وزادت عليك، شايف عندك بتنجح، بتنجح الحاجة، شايف عندك هنا بتطلب من الله حاجة، لكن شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد في فقد يكون هنا في مقابلة عاطفية، شايف في مقابلة عاطفية، يعني شايف هنا هتسمع كلام، شايف هنا في كلام هتسمعه، بس الكلام ده خلي بالك في كلام هيزعلك، بيزعلك لدرجة كبيرة. شايف هنا وفي يعني عتبة لبيت، عتبة لبيت، هتقابل النميمة والفتنة، اثنين اوقات هنا يعني شايف هنا بيحصل ما بينك وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخص هنا من طبعه الكذب وكلامه يعني معاك لا يقدم ولا يؤخر، انت هنا تعبان كثير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك. في مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك هنا شخص يعني بيستشفى من تعب صحي، يعني شايف هنا محتاج يكون يعني عندك الصبر على كثير الأمور، شايف هنا كثير يعني أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي بدون قلق وإرهاق. شايف هنا الحبيب، يعني شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الحبيب هيكون معاك في وضع توتر، وما يعني هنا وضع توتر ومتطلباته هتكون كثيرة الفترة دي. شايف هنا إنسانة رقبتها طويلة هتدخل يعني بينكم وبين شخص في الكلام، وهتصير الجدل يعني بينكم، هتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع، يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه يعني بيتدسس، شافوا بيتدسس عليكم، بيجرن، بيتدسس عليك في كل امورك، عندك تعب صداع والمعدة الفترة دي، عندك فرصة شغل، يعني شاف فرصة شغل بتدي لك، شايف هنا بيتفرع بيها في سفر، يعني بتفرع لك بسفر داخل البلاد، داخل البلاد عندك حكم في المحكمة، ربنا هينصفك فيه، ربنا هينصفك فيه. شايف انها تقعد مع شخص مهم، ويبعد عن سلف الفلوس او تسلف فلوس. الخير دايلك، الخير دايلك، ولو فين ما تروح الخير دايلك، مهما تروح الخير دايلك باذن الله تعالى، الخير دايلك. صل على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاش. في بشرة فرحة، في بشرة فرحة كبيرة بإذن الله. عندك هنا تحقق أمنية، يعني الأمنية دي عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك غالية الأمنية دي. في تغير عتبة، والورق اللي مخل اللي شغلك راح يخلص، ورق يعني ده من جهة حكومية هيخلص، الورق دي شغل بالك، قلقك أو شغل بالك. فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو باللايك أحبابنا في الله. الزعل اللي جواك، في زعل يعني هنا او حزن، في زعل عندك او حزن جواك، بلاش كثرة الزعل والحزن، لان محدش هينفعك. في ناس هنا خايفة برضو، انت خايفين من بكرة، مالكم قاعدين عمالين تفكروا في اللي جاي؟ بلاش تفكير، يسيبه على الله. المشروع اللي انت فيه او الطريق اللي انت ماشي فيه او المشروع اللي قلقان انه يفشل او مش يندح او النداح، راح تندح باذن الله تعالى، واكتمل في المشروع اللي انت فيه، هتوصل، هتوصل، لان نجمك هيلمع، بيلمع في يعني مجال عملك.
عندك حد يعرض عليك في عرض مغري، اقبله، اقبل هذا العرض. شايف عندك هنا في حد حبيته او حبيب او حد حبيته يعني وفرحت بوجوده، طلع مش كويس او طلع خاين او طلع مش كويس، وانت مش قادر يعني تبعد، او يعني عندك ضغط نفسي كبير بسبب كسرة التفكير وكسرة الطاقة السلبية اللي عندك. يعني شايف عندك ضغط عليك كبير قوي، بس شايف في امور هنا هتحدث في حياتك حلوة كويسة، يعني راح تخلص من السحر دي اللي عندك، وخروج ان شاء الله الشر من بيتك، خروج كل الشر مع يعني العين ومع الحسد ومع السحر، راح يخرج كل هذا من منزلك بعد نقلة المكان. في مبلغ مالي يعني عندك وفكر بشديد بإذن الله تعالى، انت منتظره منتظره، عندك عتبة جديدة فيها الراحة فيها السعادة ليك. برضو في حد هنا حبيب او حد مشتاق ليك، بس يعني شايفه هنا محتار وغيران برضو مشتاق ليك. انت على موعد مع ضحكة من قلبك، فهناك اشخاص برضو يعني يحبوك، احذر ان تخسرهم. في حدث مفاجئ يعني حدث مفرح ومساعدة مالية عندك ديالك. في مكالمة من شخص، يعني مكالمة دي من شخص قاطع التواصل يعني او التواصل بينك وبينه، ديالك سفر، عندك سفر او وظيفة جديدة وشراء البيت او يعني تغير المحل اللي قام، والشفاء لاحد اللي حد يعني قريب عز على قلبك عنده شفاء. بلا عندك يعني بس التعب والتفكير مشتت، عندك تشتيت وتفكير عمال تفكر 24 ساعة على مشاكل العاطفية والعدم الاستقرار والمبالغ اللي محتاجها يعني. بس هدي نفسك، انت بحاجة للهدوء والاسترخاء، عندك سعادة قريبة بسبب مكالمة، بسبب مكالمة رح تديلك هتفرحك، هتفرحك المكالمة دي، المكالمة، لأن في شافنا في أرض بيتك يعني خطوبة أو ارتباط إن شاء الله قريب، خطوبة أو ارتباط في أرض بيتك، هي علاقة حب هتتحول لارتباط أو خطوبة بإذن الله تعالى، تكون فرحان وسعيد. في عندك بشرة بمولود، ممكن تقول حمل إن شاء الله، حمل قريب بإذن الله تعالى إن شاء الله. شايفك قلقان على حد، قلقان على مراتك أو ابنك أو أختك، إن شاء الله في خير، إن شاء الله في طاقة جياله، طاقة كويسة، في طاقة دياله اللي قلقان عليه، طاقة كويسة دياله فيها الشفاء أو الراحة بإذن الله تعالى أو النجاح إن شاء الله، أو النجاح بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الطريق اللي انت ماشي فيها اكمل فيها، هي ماشي فيها ضعضعة او مطب او حد، لكن هتعديه، هتعديه وهتنتصر وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك بإذن الله تعالى، فما تخافش وتقلق، اكمل طريقك بإذن الله تعالى، اكمل طريقك، بس ابعد يعني انت هنا ابعد عن الفتنة، وابعد عن فئة معينة من الأشخاص اللي حواليك دي، ابعد عنهم لأنهم أشخاص متعددة الوشوش. يعني شافك أنت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح، بس إن عندك هنا هتسامح شخص، في شخص تسامحه رغم عيوبه الكثيرة معاك، وفي عندك الفترة دي شخص يعني هيقلب وشه عليك، بس هتبقى مسامح أو هكذا. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان كنتم بتعانوا من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه داخل القناه جميع الاعدادات، واللي حابب يتواصل معنا الرقم امامكم.